الثاني من أغسطس عام 1990 ليس مجرد تاريخ في سجل وطن، لقد كان محنة ولدت منها منحة سطرت للعالم أروع الأمثلة في الدفاع عن الوطن والتمسك بشرعية القيادة. 32 عاماً على الغزو العراقي الغاشم للكويت، تمثل ذكراها اليوم سيرة لمن صمد وقاوم واستشهد دفاعاً عن أرضه التي رفض أن يفرط في حبة من ترابها. إن التاريخ سيتوقف طويلاً أمام ما قدمه الكويتيون في محنة الغزو، لقد قدموا للعالم نموذجاً فريداً من القوة والقدرة على مواجهة الغزاة وبذل الغالي والنفيس دفاعاً عن الأرض. إنها أيام ستظل أبد الدهر محفورة في ذاكرة التاريخ الإنساني، شاهدة على أروع دروس التضامن الوطني بين أفراد الشعب وقيادته. لقد قدم الكويتيون للتاريخ قصة صمودهم الخالدة التي سطرها الشهداء الأبرار الذين قدموا أرواحهم الطاهرة ودماءهم الزكية للذود عن تراب الوطن واستعادة حريته. إن العالم الذي يعرف قيمة وقدر الكويت انتفض دعماً لأصحاب الحق ورفضاً للاحتلال الغاشم، كما سطرت المواقف المشرفة للدول والشعوب الشقيقة والصديقة جانباً مشرقاً سيظل مذكوراً أبد الدهر. لقد كانت محنة وملحمة في الصمود والمقاومة والانتصار، لقد كانت صورة إنسانية باقتدار لوطن لا يعرف المستحيل، وطن سلم للمجد. وطن الكويت سلمت للمجد، وعلى جبينك طالع السعد. وطن الكويت، وطن الكويت، وطن الكويت سلمت للمجد. وطني الكويت سلمت للمجد، ونعود إليكما مجددا دكتور عايد وأستاذ سامي في محورنا الثاني من هذه التغطية، ونبدأ معك هذه المرة كابتن طيار. ما هو شعورك ككويتي أولا رغم انقضاء 32 عام على محنة الغزو؟ والله هي طبعا 2/8 تختلف عن 26/2، يعني 26/2 هي المناسبة الاحتفالية، نعم. إنما 2/8 في جانبها الحزين طبعا تمثل القدر والخداع والقسوة، وإحنا الكويت يمكن انتقلنا من تطرف إلى تطرف. الكويت تطرف بالتسامح، عندنا يعني حتى قبل 90 يمكن اللي ما لحقوا على ذيك السنين ترى كانت في حتى أمور فيها تفجير، ولا عمره طبق إعدام على أحد، يعني الشيخ جابر الأحمد الله يرحمه لهذه الدرجة أنه حتى لو أتت المحاكم الثلاث وحكمت بإعدام على أحد ما يأهل. فجأة ننتقل بليلة دهماء إلى العكس، تخش عندك خبز إعدام، عندك علم إعدام، عندك صورة الشيخ جابر إعدام، يعني شيء مو انتقال متدرج حتى، يعني الأمم تحارب لسنوات على ما تقزى، تلقى سنين وتتحرك ببطء. إحنا فجأة يوم الأربعاء كنا بشكل، يوم الخميس بشكل يختلف 180 درجة. لا أصبح تملك عملة ولا تملك وطن ولا تملك عائلة، العائلات بشهر 8 أنا عندي تجارب حتى يعني عائلية وغيره، ناس منقسمين، امرأة تركت أبنائها الصغار رايحة مثلا مع أمها، وهذه حالة غرابة، أربع خمس أيام وبترجع، فجأة قزوا عيالك اللي ننتظر هالأطفال الصغار خلاص لن تشاهديهم. فالحقيقة كان في حينها شعور حزين جدا. إنما اليوم نستذكر هذا الحدث في عدة زوايا له، يعني لا يمكن أن تحكم على حدث بزاوية واحدة. من الزوايا أنه نعم فيه أمور موجبة شديدة الإيجاب، أنه هذا الشعب كيف صمد وكيف استطاع أن ينظم حاله وكيف استطاع أن يترجم ولاء للأسرة بأجل وأفضل الأشكال، كيف استطاع أن يترجم وحدته الوطنية بأفضل ما يمكن، كيف تحول خلافة إلى كذلك
نوع من الوحدة السياسية ما بين مختلف الفرقاء، وبالتالي كان في رغم أن العدو كان يعني يعول على الاختلاف، على الاختلاف جداً اللي موجود جدا في يعني في نظريات بهذا الأمر كيف قرأ الاختلاف. إنما أنا أعتقد أن الخصم والعدو ما كان في حاجة إلى ما حدث عام 90 حتى يغزونه. يعني نعم. أنا ما تجمع لي من معلومات أنه من 88 في دلالات قوية أنه بدأ يخطط لغزو الكويت تماما مع انتهاء حربه من إيران. نعم. يعني بدأ يدرب حرس الجمهوري على تحرير مدن وقرى ادعى أنها لتحرير الضفة الغربية وهي يعلم ما نعم. راح تقربه. بدأ يعطي معاهدات عدم اعتداء على إيران وعلى السعودية وعلى دول الخليج ما عطانا لها، تشعر أنه السنتين اللي انتهت لتحييد الآخرين وبالتالي يعني هو قادم لنا قادم. نعم. ما كان في مجال نعم. آخر. وبالتالي حتى اللي يقول عن السفيرة الأمريكية، اللي يقول عن مؤتمر جدة، أحد الأكاديميين اللي ذكر مرة لو عطيناه 10 مليار أكاديمي كويتي للأسف أنه والله ما حصل قزو، لو عطيته 10 مليار ما في تعهد مقابلها نعم. بعدم القزو نعم. ما كان يغزوك 2.8 يغزوك 2.9 يغزوك 1.11. يعني هي مسألة وقت، ولكن الفكرة لأنه نعم. إيه لأن هو لم يعرض شيء وبالتالي هذا الكلام خطير. نعم. لأنه يلقي باللائمة بدلا من القاضي اللي أنا أدعي أنه والله عملنا ما عملنا، هو قادم لا محالة. لربما إذا في شيء نتعلمه أنه علينا هذه المرة أن نضع قرون استشعار ونضع الرجال المناسبين والنساء كذلك نعم. في الأماكن المناسبة حتى جميل. يستطيعوا قراءة نعم. المتغيرات اللي تحدث بالعالم نعم. ونحاول أن نحمي نفسنا قبل حدوث الأمور الكبرى وليس بعد نعم. ما جميل. أيضا أنتقل دكتور عايد. دكتور عايد، أيضا ماذا تمثل لك ذكرى الغزو العراقي الغاشي، وما هو دعنا نتكلم عن أبرز موقف حصل لك ممكن تروي لنا إياه الآن على الهواء مباشرة؟ شوف، الحقيقة هي في الجانب المأساوي، وهي معظمها جانب مأساوي للأسف الشديد، أنك يعني جار وكبير نعم. وأنت الحقيقة صغير ولك دور رائع وعظيم لصالحه بصرف النظر عن الخطأ والصح في هذا الجانب، وفجأة تتحول إلى محتل غازي بمبررات واهية، أولها ما يتناسب مع آخرها الحقيقة، يعني سرقة النفط وانخفاض الأسعار والتجاوز على الحدود، وفي الجانب الآخر يوم الغزو لا، في ثورة بالكويت جايين ننصرها نعم. يعني بالله شو يجمعهم. أنا أقول لك أنه الجانب المأساوي الحقيقة أن الغزو أيا كان، الاعتداء أيا كان، حتى لو أنه يعني مش بهذا الحجم، يظل في النهاية يعني عدوان ينبغي عدم القبول به بأي صورة من الصور، وبالتالي جميع الذين أيدوه لا ينبغي الغفران لهم الحقيقة، لأن هؤلاء يعني شاركوا بالعدو بالغزو وعززوا في هذا الجانب. أنا أقول لك أنه يعني في هذا الغزو يعني كانت هناك أساطير ملاحم للكويتيين، لكن اللي جاء الغازي هذا ترى على فكرة وهو يمارس عدوانه على شعبه مثل ما كان يمارس نعم. عليه، ترى ما كان وأكثر. احنا نستغرب ليش، لانه احنا ما تصير هذه نعم. يعني مو يوقفني عسكري ويحط المسدس على راسي يقول لي ليش هذه، يعني ما تصير. يعني من الطرائف، انا كان طالع مع ام العيال والاولاد، فكان ابني صغير الحقيقه، صغير ابو 6 سنين يمكن، فمعاه رشاش صغير، هذا العسكري كان حرس جمهوري سوى الحظ، فيسأله يقول له هذا الرشاش تريد فيه؟ هذا طفل قال اقتل العراقيين. اوف زين، ما انت محافظه معنا طبعا. قال انا معلومك الوم هذا طبعا، قال كلام مسلم فما اقوله. الحمد لله الله سلمك غيره وغيره يعني انت لا تعدم عليه على طفل طبعا على طول، يعني ما في روح تعال مبارك فالح النوت ارموه قدامنا في جمعية تعاونية قدام العالم، يعني ليش رموش مسوي، يعني أقصى شيء يفصله. يعني أنا أقول لك أنه هذه الفترة 7 شهور كانت عن 70 عام الحقيقة، يعني رعب نعم. إذلال، بهدلة، عجز عن أنك تعمل شيء الحقيقة. نعم كان هناك قاتلة ناس وعملت وإلى آخره،
أنا أعتقد كل الكويتيين ناضلوا بشكل عام. نعم، للعمالة والتعليم بالداخل والخارج، اللي حمل الأغذية واللي كذا. مبارك فالحنوت اللي جينا على ذكره، الحقيقة كثيرين منا كلفهم أنه يوصلوا أغذية لهذا ولذاك وإلى آخره، يعني هذه أمور. نعم. الحقيقة يعني الدكتور أيضا الشيء بالشيء يذكر، أيضا مضامين الخطاب السامي كانت التذكير بالوحدة الوطنية أيضا، وأيضا هذه فرصة تجلت بأجمل صور. نحن نعيش هذه الذكرى، احنا جاي. نعم، ما هي المشاهد ونتكلم الآن ككويتيين عشنا وطول عمرنا وتربينا على مسألة أن لا هناك فرق بين الكويتيين. محمد، أنا قلت لك قبل قليل أن الكويتيين سجلوا أسطورة تاريخية ما حصلت ترى. نعم. حتى فرنسا على عظمتها حكومة فيشي قامت فيها اثناء الجنرال بيتان، بطل فردان، راح تعاون يعني مع تخيل انت بهذه الوضعية. الجزائر عانوا من الكثير من المتآمرين والمتعاونين. نعم. الى اليوم موجودين في فرنسا وبعضهم يعني موجودين حتى بالجزائر وغيرها من الدول. احنا في الكويت تمسك الشعب بشرعيته، على فكرة كان في خلاف سياسي بين النظام وبين الناس، وفي عدم وجود يعني الشرعية. نعم. يعني مو موجودة الشرعية غادرة وهي متمسكة، الشرعية غادرت، واللي غازيك مش جيش سويسري عارف انت منه، وبالتالي هذا مجرد انك ما تتعامل معاه هو مقاومة. نعم. مجرد انك ما تتعامل معاه، مجرد انك ما تهتف له. تشوف يعني خلال فترة الحكمة الناس تطلع تهتف، انا ادري يستهتف تبي تحمي نفسها بس لازم تطلع، ما لها قرار. نعم. الكويتيين تمسكوا بالشرعية بصورة الأمير، بالعملة، بالعلم، بكل شيء حافظوا عليه. والله أنا تفاجأت يوم التحرير، أنا ما دريت بيتي أحلام هالكثر مخشوشة. نعم. تخيل. نعم. شوف هذه القصة يعني دلالة الولاء والحرص، وهذا الارتباط الشديد. جانب الآخر الرائع التاريخي، هالمواطنين الغير منظمين عصيان مدني بالكامل. نعم. بالكامل. نعم. ترى يعني حالة نموذجية، شايف؟ جانب آخر أنه ما أعطينا للعدو يفرح، يعني مثلا ما طالع كويتي مثلا والله لا سمح الله وداس على صورة ولا هتف بكذا وإلى آخره، يعني. نعم. يعني اعتبرناها مهزلة. الجانب العظيم جدا أيضا تجسيد الوحدة الوطنية. نعم. انتهى كل شيء، يعني مع أنه كانت عندنا آثار. نعم. للأسف للحرب الإيرانية العراقية من شغلات طائفية وإلى آخره. نعم. انتهت في 2/8 إلى يوم التحرير تماما، كويتي مقابل غير كويتي، كويتي مقابل العدو بصريح العبارة. نعم. في أشقاء لنا من غير الكويتيين لهم دور وشكر وثناء لهم. نعم. فأنت لاحظ هذه الوحدة تجسدت بكل معانيها، لا طائفية لا عرقية لا غني لا فقير، الكل صار في صف واحد، الكل صار جبهة واحدة. نعم. ما في بعد هذا. نعم. الذي يفترض أن نحافظ عليه. دكتور أيضا هذه الجبهة الموحدة سنعود لها، وإن شاء الله دائما جبهة الكويت موحدة إن شاء الله والقادم أفضل. دعونا في هذا المقام نتحول إلى الشارع الكويتي، حيث حفر الغزو العراقي في ذاكرة الكويتيين مواقف لا تنسى، وأكد أهمية الصمود وتلاحم الشعب خلف القيادة إلى أن عادت الشرعية وعاد الحق لأهله. نتابع مشاهدين هذه الشهادات الحية من الشارع الكويتي بعد 32 عاما على المأساة. احنا نايمين وذي وسمعنا الطيارات، واصلة انطلمت دريشة ولا طيارة فوق العراقية، فتفاجأنا يعني. الحمد لله بعدين يعني صبرنا، انا ما طلعت صراحة من قاعد بالغزو كله، ما طلعت برا وتحملنا والحمد لله الله فرجها علينا. الواحد ذكرها يعز بنفسه ويعني يتعب يعني، بس الحمد لله على كل حال ما الله يعني نصرنا عليهم والحمد لله، بالتعاون مع الأشقاء والعالم كله معانا والحمد لله. الله معانا أهم شيء، الله معانا هو اللي صيرهم علينا. كنت أنا وقتها طالب المدرسة، عبالي أمي تتغشر معانا، قلت معقولة غزو؟ طلعنا من الشباك ولا فعلا الجيش على الخط السريع مع الدبابات؟
كانت قاعده تمشي وكان يكسرون المايه مالت الزرع يشربوها، كان نسميها ماي صليبي، وكان شعور رهيب. البلد كان قاعد تقصف وفي حرائق والناس قاعد تقفل بيبانها، وغير اللي كانوا بالدوامات وغير اللي كانوا يحاطونهم بالعسكريه، فكان الوضع جدا جدا مربك. ما احنا عارفين شو نسوي، نطلع بالشارع، نروح بيت اهلنا، ندق تلفون. كان شعور يعني مأساوي فعلا. كنا صامدين بالبلد، وايام كانت يعني في تكاتف الجيران والناس تسأل عن بعض، معنا ما في تواصل اجتماعي، ما في كهرباء، المية كانت صعبة توصل عندنا للبيت عن طريق التناكر، بس كانت في ألفة، في محبة، جاري خاف على جاره. الحين للأسف هذا كله ما أشوفه. احنا من الناس اللي قعدنا بالديرة وشفنا صراحة الهوايل أيام الغزو، كنا دائما قاعدين على أعصابنا. كنت أشتغل في مدرسة وكانت عطلة، طلعت رحت الجمعية ولا كلها شو اسمه كارقوات عراقية. شيء ما يتصدق. ما لا ما تصدق، رحت الجمعية، الجمعيات فاضية، العالم أنا رايح متأخر طبعا. ووصلنا طبعا، وصلت أنا عند صديق كان ساكن على الفنطاس على البحر، قال لي مش خلينا نطلع، قلت له لا والله ماني طالع، أنا قاعد، اللي يصير خلي يصير. وطبعا صدمة كانت، وكان الوالد الله يعطيه طولة العمر قاضب الرادو على أذونه طول الفترة، هو عندي في البيت وماسك رادوه على أذونه، وصدمنا صراحة. والله فعلا ذكرى حزينة ومؤلمة جدا، فقدنا فيها أصدقاء وأخوان، وللأسف يعني كانت فاجعة تفاجأنا فيها، الكل تفاجأ. احنا شخصيا من الصامدين، ما تركنا الدولة، قعدنا في الديرة وأخوان يطلعوا، لكن احنا موجودين مع الوالد والوالدة كلهم موجودين. مرينا بظروف سيئة جدا يعني، الأكل كان بسيط، الطحين مخلوط مع الرمل. كانت تجربة سيئة للكل يعني، احنا كنا يمكن انا كنت بعمر صغير لحد ما، ولكن الذكريات موجودة لا زالت يعني، احنا الحمد لله كنا من اللي موجودين بالديرة. ايضا مشاهدينا نستمع بعجالة على هذه الشهادة الحية من قلب الحدث، إبان فترة الغزو العراقي للكويت، مع المواطن مشاري العتيبي. والله ما كان متوقع أحد أن جارنا العراق يغزينا ذاك اليوم، كنا متوقع تهديد وتنحل الأمور بطريقة ودية وسهلة، وصراحة انصدمنا في الواقع كشعب كويتي وكحكومة وحتى الدول العربية انصدموا في الواقع هذا، أنه يعني جار يدش على جاره، هذه شيء يعني ما كانت يعني ما العقل ما يستوعبها. والله التنسيق في مع المكتب في الدمام في الخبر، وكان يدشون الضباط وتنسيق في الكويت، ومن ضمنهم ضباط يعني جزاهم الله خير دخلناهم وقاموا بالواجب في الكويت. مكتب التنسيق في الدمام له الدور الأكبر والتنسيق في دخول أخواننا المقاومة داخل الكويت، صار لنا مواقف بسيطة في عملية الدخول. أذكر منها موقف مع خالد الجحيدلي ويوسف العلي، دشينا مشرف نزلنا يوسف العلي عند بيتهم، ولما مرينا من عند سنترال مشرف لقينا دبابة مضروبة من الكويتيين، وشافها خالد الجحيدلي وتفاجأ وقال هذه الدبابة مضروبة، معانا عراقيين كانوا راكبين معانا من الوفرة وحنا داشين، فضربه بالأخمس على كتفه وقال له هاي مدهونة مين مضروبة. هذه من المواقف يعني الطريفة اللي صارت لي أنا وخالد الجحيدلي الله يرحمه ويسكن الجنة. طبعا رسالتي لأبناء الوطن أن متمسكون فيه، لأن الوطن غالي، وتأمنا يتكاتفون ويصيرون يد واحدة لرفعة الوطن. نعود مجدداً إلى ضيفي هنا في الاستديو، أهلاً بكما. ودكتور عايد، كيف تقيم مستوى العلاقات اليوم مع العراق الشقيق اللي نتمنى له الهدوء السياسي والجنوح للتوافق عفواً في ظل التطورات السياسية الداخلية اللي يعاني فيها في الفترة الحالية وما يشهده العراق هذه الأيام؟ شوف الحقيقة، العراق حدث التغيير
يعني الكبير في عام 2003 وتم الإطاحة بالنظام الفاشي، لكن للأسف لم ترتب الأوضاع بشكل يكون هناك حكومة مسؤولة وأوضاع منضبطة أمنيا وإلى آخره، ودخل العراق في دوامة الصراع الداخلي الحقيقة اللي للنظام السابق كان دور لا شك في ذلك، يعني كوادر الحزب وإلى آخره وجماعة القاعدة وغيرهم كل هذا لعب دور. اليوم للأسف بعدما هل صار استقرار وتوقعنا خير وجرت انتخابات، أيضا بحاجة إلى إعادة نظر للأمانة، لأنه هذه الوضعية مي سليمة. يعني تخيل أنت رئيس الجمهورية سلطاتها محدودة جدا، نقول نظام برلماني مضبوط أوكي، لكن أيضا هذا الوضع في البرلمان العراقي مثلا، هل هناك برلمان يحل نفسه؟ إلا هو يحل نفسه هذا البرلمان، ما تصير يا جماعة، لازم في صياغة دستورية تحدد إحنا ماذا نريد. إحنا نريد لهم الاستقرار، إذا جارك بخير أنت بخير، إذا جارك الحقيقة بخير أنت بخير، لأنه هو يعني يهتم بتنميته وتطوير بلده وإلى آخره. الجانب آخر نقولها نقلا عن العراقيين الحقيقة وبعضهم من المؤيدين للنظام الجديد أو الوضع الجديد، أنه في فساد، إحنا ببلد صغير نعاني من الفساد ونطارده، فما بالك في بلد مثل العراق حقيقة الفساد أيضا. لذا الكويت ما قصرت للأمانة والتاريخ، منذ سقوط النظام العراقي بادرت لمد اليد وقدمت كل أنواع الإسناد، وعينت الفريق على المؤمن مسؤولا عن تزويد العراقيين بالأدوية والأغذية ومن ثم سفير وإلى آخره، وأيضا وبالتالي كما ذكرت وصاحب السمو الله يرحمه الشيخ صباح الأحمد زار العراق لحضور القمة وكان له العربية دور بارز وزارها مرة ثانية لمدة نص يوم وكل هذا، وراحوا وزراء وراحوا مسؤولين وكل يعني احنا في النهاية الصورة نتمنى ايضا للعراق وايضا للإقليم للإقليم ككل، جارك بخير انت بخير احنا بخير ايضا جميل. في نفس الوقت نريد انه هذا البلد يرتب اوضاعه باذن الله. ايضا لكسب الوقت دكتور عايد اتوجه لابو عبد اللطيف. ابو عبد اللطيف ايضا، هل الوضع الان في العراق افضل من الاوضاع التي كانت في عهد النظام البائد؟ وان كانت كذلك هل هناك دلالات على ذلك؟ كثير أفضل بآلاف المرات. أولا الحالة المعيشية أفضل بكثير، بأيام النظام البائد بسبب حروبه وغيره أصبح راتبه نعرفها يعني عن قرب ومعرفة، راتب الدكتور ولا الطيار وغيره ما يجيب لك لونية. اليوم تجد العراقيين في كل مكان، تروح لندن تجد سواح عراقيين، يعني الثروة بدأت تتوزع رغم الفساد، لأن الفساد صدام شنو مكان فاسد وعياله مكانوا فاسدين، كانوا قد سرقوا البلد بأكملها. اليوم الآن تسمع أخبار الفساد لأن في حرية وفي ديمقراطية، بس بقى الآن أنه الثروة قاعدة تتوزع بشكل أفضل. اليوم العراقيين تجدهم بلبنان وبسوريا وبكل بلدان العالم. الأمر الثاني، اليوم ما تقتل ولا تعدم على كلمة، أيام صدام أصبح حتى لو تجلس في مكان ويساء بالقول لصدام مو بس يعدم الشخص ذاك، يعدم الجميع. وبالتالي بعدين صدام ماذا فعل للعراق حتى أحد يترحم عليه؟ من حرب إلى حرب، بدأ من 68 حرب على الأكراد انتهت بال75، خلال سنة سنتين قزى العراق، 8 سنوات، سنة جانا الكويت، خلص ثورة 24 محافظة، وعليك أن تقرأ وثائق ما قام به اتجاه الأكراد. والله يمكن إحنا رقم ما عانينا قليل ما عمل بهم، يضربهم بالكيماوي، دمر له أكثر من 5000 قرية. وبالتالي لا أحد يتكلم عن حقبة صدام، هذا عيب وأمر مخجل. إنما اليوم ضمن الحريات يجيك واحد إما مستفيد من نظام صدام أو يريد مناكفة النظام القائم، يقولك والله وين كانت الأيام، إنما حقيقة الحال. أو بعضهم شباب صغار أصلا ما عاش تلك الحقبة، ما عاش هذه التجربة. الآن بس أنا ودي أختم في بعض الأمور اللي قيلت، يعني واحد إنه كل المبررات على عجالة أبو عبد اللطيف، المبررات اللي أعطيت كلها كذب. يعني قضية إن الكويت أثرت على أسعار النفط، الكويت أنا ذاك صادراتها بمئات الآلاف في سوق
صندوق نفطية 77 مليون. هل يعقل إذا أنت قاعد تنتج أقل من مليون تتحكم بسوق في 77 مليون؟ قضية تجاوز الكويت على الأراضي العراقية ما يقولها عاقل، هذا جيش المليون. هذه مبررات غير واقعية وغير عملية. علينا أن في كل مرة نستحضر هذا الأمر. الأمر الثالث يمكن تطرق له أبو فواز بالنسبة حق اللي وقفوا مع صدام، لو كانت قضية قزو هتلر لستالين الاثنين طقاء نقول والله التبس عليك الأمر، أو اثنين ديمقراطيتين، لا، الواقع أن صدام ما في أحد من العرب إلا دمه مسفوك من قبل صدام. يعني العكس مع الكويت، الكويت البلد لم تترك منظمة أو جماعة أو حزب أو دولة إلا ساعدتها، فوين اللبس؟ وين اللبس بين واحد؟ أصلا ما كان صدام عنده صداقة حتى مع دولة عربية واحدة، عنده ثارات مع كل الدول العربية، فشلون التبس عليهم الأمر؟ يعني كيف التبس؟ يعني أنا قبل أيضا لا أنتقل حق الدكتور عايد، ودي أسألك هالسؤال عن استفادة الكويت من تجربة الغزو ورأيك. هناك كان رأي من أحد الأكاديميين في الكويت الكويتيين أنه كان بالإمكان وإمكان الكويت من تفادي الفاجعة قبل وقوعها في 2/8 كما بينها أحد الأكاديميين. كذب بواح. يعني هذا الأكاديمي شقال علينا طوال الوقت بتشويه سمعة الكويت. أولا يعني حجته ليش ما أعطينا 10 مليار وكنا وفرنا على نفسنا الأموال، هذا كلام غير صحيح، ويمكن قلته من شوية. الرجل صدام غير أنه ناوي عليك، مو متعهد لو أعطيتني 10 مليار لن أطالب مرة أخرى، لن أغزوك، ما في شيء. كان بياخذ 10 مليار، طيب خذ 10 مليار ب2/8، أخرنا الغزو إلى آخر 8 أو إلى شهر السنة الجاية. أي نعم، لأنه هو الرجل عليه دين ضخم وعليه حاجيات ضخمة، وبالتالي عيب يقول الكويت جدي. أكثر من ذلك، هذا الكويتي قاعد يصير صدامي أكثر من صدام. صدام مقر بأنه هو سبب الغزو ورضى بدفع التعويضات. صحيح. أنت تجي تقول لا والله صدام مو هو المسؤول، إحنا كان بإمكاننا نتفادى الغزو لو دفعنا هذا المبلغ. يعني كلام لا يقول به عاقل، إنما هو ضمن سلسلة من الإضرار بالنفس، من عدم تعلم دروس 2/8. حتى البعض بدأ يتلاعب بتاريخنا من أبناء وطننا، يعني للأسف الشديد. نعم. أيضا دكتور عايد في دقيقة، ما هي الدروس والعبر الآن وإحنا نتكلم عن ذكرى الغزو العراقي الغاشم في أغسطس؟ أنا إذا سمحت بس على قضية اللي المليارات اللي تدفع. المفاوضات اللي جرت في جدة كان ممكن تصل، على فكرة ترى كان في اتجاه أنها تدفع المبالغ، والسعودية تبرعت بالباقي وتخلص مليار. أي نعم، وكان مجتمع مفترض في بغداد ثم اجتماع في الكويت، لكن لأن الرجال مستعجل مو يهم هذا الموضوع. لا لا، هو جاي يرفض، خالص جاي يرفض عزة الدوري. نعم. يرفض مو جاي يحلها. الموضوع الحقيقة الاستفادة أنه إحنا الحقيقة وحدتنا الوطنية تجسدت، يفترض أن نتمسك فيها ونحرص عليها. أيضا أن نتعلم أنه عليك أن تجهز نفسك لأي حالة طارئة، ما تنتظر أنه والله العالم جاء يوم من الأيام وهب وساندك. نعم. لكن هل كل يوم سيجي العالم يساندك؟ لا لا. أنت لا تضمن الحقيقة. نعم. هذه إسرائيل اللقيطة أمامنا، ترى أكبر من الكويت شوية. نعم. لكنها موقفة كل العالم وتهدد الدول الأخرى. أيضاً احنا نريد أن نكون في بلدنا آمن وقوي ومستعدين للدفاع عنه، وهذا حق في ختام علينا. هذا اللقاء إن شاء الله نتمنى الأمن والأمان والتنمية وجميع الأمور الإيجابية التي أتت في الخطاب السامي أن يتم ترجمتها إن شاء الله من قبل الحكومة ومن قبل البرلمان. كل أيضا الشكر لك دكتور عايد المناع وأيضا الأستاذ سامي النصف، شكرا لكم. أيضا مشاهدينا، تمخضت فترة الغزو العراقي الغاشم للكويت عن بطولات نادرة تجلى جزء لافت منها على الصعيد الطبي، حيث برزت الكوادر الطبية في ذلك الوقت وتلك المحنة التي مرت على الكويت، حيث تمسكوا بدورهم المهني والإنساني النبيل في إنقاذ المرضى والمصابين، وبرز على الساحة في تلك الفترة الدور البطولي لهذه الكوادر التي كانت تداوي جراح رجال المقاومة الكويتية. تفاصيل أوفى في تقرير أم موفق العرقان، وأيضا نختم معكم بهذا التقرير، وإلى اللقاء.